كلها تعادلات، ست تعادلات كانت حاضرة لنادي العين، ثلاثة على ملعبه مع الظفرة في بطولة الدوري، ودبي وبنياس في بطولة كأس الاتصالات. كرة ملعوبة الآن، هداف يلعب له كرة عرضية عالية بالرأس من الفرج، وصلت إلى جمعة السعيد، والزعيم يتقدم بأولى الأهداف لعقد أمام شبان الزعيم، لعقد أمام شبان الزعيم. هدف والأروع يسجل جمعة السعيد، اللاعب الإفواري يسعد الجماهير العينوية الحاضرة هنا في استاد حمدان بن زايد، وجمعة سعيد يسجل أولى أهداف هذا اللقاء بلعبة والأروع، بلمسة كانت من هداف البداية، فرج هياها إلى جمعة سعيد، وجمعة سعيد كنترول نصف الهدف والنصف الآخر بقدم اليمنى، وهدف أول لمصلحة الزعيم، واحد للشيء لمصلحة نادي العين. سجل اللاعب جمعة سعيد لعقد أمام شبان الزعيم في هذه المباراة. الزعيم خارج الديار لا يبحث إلا عن الانتصار في هذا اللقاء أمام فرسان الغربية، يجد فرصته في هذه المباراة، كرة وضربة حرة مباشرة، أحمد عبد الله هو على التنفيذ، يلعب له كرة أمامية لكن تتخلص وتبعد، عادت إلى توفيق والكرة تعانق الشباك، واحد واحد. نادي الظفرة يسجل هدف التعادل هنا في دياره، لا يبحث عن خسارة، يبحث عن انتصار ولا غير الانتصار، يعادل النتيجة عن طريق اللاعب توفيق عبد الرزاق، مر وتقدم وسدد كرة غلطت حارس المرمى وعانقت الشباك، زاحفة كانت الكرة الماضية فيها، هدف التعادل لمصلحة نادي الظفرة. واحد واحد، تقدم نادي العين عن طريق اللاعب جمعة سعيد. وقبل نهاية شوط المباراة الأول كان لتوفيق عبد الرزاق كلمة، وسدد كرة زاحفة عانقت الشباك فيها هدف التعادل لمصلحة نادي الظفرة. داود سليمان، المواجهات السابقة اللي كانت ما بين العين ونادي الظفرة راح نتحدث عنها في الدقائق القادمة. كرة ملعوبة الآن إلى عبد الله مال الله، يلعب له كرة إلى فرج، فرج يلعب له كرة بشكل ممتاز إلى بندر، بندر لحق عليها، بندر ربما يعود بالكرة في الخلف إلى فرج، وصلت أمامية، هداف وبتضيع، هداف يا ولد يا ولد يا ولد يا هداف، هداف اسم على مسمى. شبان الزعيم يتقدمون في شوط المباراة الثاني، الزعيم يبحث لمواصلة المشوار وتحقيق الانتصار ورسم البهجة على الأنصار، خارج الديار الآن يتقدم بهدفين مقابل هدف، هدفين مقابل هدف لعقد أمام شبان الزعيم، وفرحة كبيرة من جانب جماهير نادي العين بالهدف الثاني. هداف عبد الله، هداف عبد الله واسم على مسمى اللاعب الصغير الشاب، يبدأ الآن ويسجل هدف المباراة الثاني وأولى أهدافه بقميص الزعيم، سددها في البداية، شال حارس المرمى بلمسة الهداف الكبير، يعملها هداف ويسجل هدف التقدم لمصلحة الزعيم. اللاعب اللي أيضا وجد فرصته في بطولة الدوري يلعب في خط الوسط، متألق ومبدع مع نادي العين، كرة ملعوبة الآن أمامية، وصلت إلى جمعة سعيد، جمعة تقدم داخل منطقة الجزاء، انهاها جمعة، انهاها انهاها انهاها، خلاص خلاص، جمعة سعيد يسجل الهدف الثالث لمصلحة الزعيم. يغيب من يغيب، إبداع الزعيم لن يغيب، إبداع الزعيم لن يغيب، وتألق شبان الزعيم أيضا لن يغيب، والزعيم يسجل الهدف الثالث عن طريق اللاعب جمعة سعيد. جمعة سعيد يسجل هدف ثالث لمصلحة نادي العين، وهدف ثاني لمصلحته الشخصية، اللاعب اللي واضح أمامك على الشاشة الآن، مر وتقدم بشكل ممتاز، واجه حارس المرمى يحتفل بهذه الطريقة ليسعد الجمهور العيناوي. جمعة سعيد الآن يسجل الهدف الثالث لمصلحة نادي العين، أصبحت النتيجة 3-1 وأصبحت المهمة صعبة.